ما استمعنا أكيد سالي وشفنا التقرير عن عيد التلفزيون العربي السوري بمثل هاليوم 23 تموز عام 1960 بدأ البث المباشر للتلفزيون العربي السوري من أعلى قمة في دمشق من جبل قاصيون، وأكيد مثل ما قلنا بصوت المذيع السوري صباح قباني اللي قال هنا دمشق، وما زلنا بعد 61 عام نقول هنا دمشق. هذا التلفزيون اللي دخل بيوت السوريين وكان يحمل الرسالة بمختلف طبعا المضامين: الأسرة السورية، الثقافة، المجتمع، الحرب، وأيضا الجيش العربي السوري، الصحة، وكل طبعا المواضيع كانت حاضرة ضمن هذه الشاشة الصغيرة اللي بنتمنى عبر السنوات نضل يوم بعد يوم نقدم الرسالة بكل وفاء لكم مشاهدينا. لنحكي عن بداية التلفزيون السوري، بصرنا يكون معنا قامة من القامات، وأيضا يعني سعيدين جدا نحن اليوم أنه هو موجود معنا السيد الكاتب والإعلامي أحمد بوبس. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير وكل عام وأنت بخير مرتين، مرة بعيد الأضحى ومرة بعيد التلفزيون أكيد. اليوم نعم، وكل عام وانت بخير وجميع العاملين في التلفزيون العربي السوري بألف خير، والزملاء وقاماتكم الكبيرة يعني دائما يلي نحن بنتشرف فيها، لأنها تذكرنا بتاريخ عريق مر على التلفزيون العربي السوري. خلينا نبدأ بالبداية نحكي عن مرحلة التأسيس، تأسيس التلفزيون، تفضل. بدأت حكاية التلفزيون حينما أعلن الرئيس جمال عبد الناصر في عيد الثورة عام 1959، نعم، حينما قال في 23 تموز القادم سيبدأ التلفزيون العربي في دمشق وفي القاهرة إرساله، نعم، فبدأت الأعمال والإنجازات سريعا. بدأ بإنشاء المبنى في قمة جبل قاسيون أولا، وتم تكليف الدكتور صباح عباني كأول مدير للتلفزيون. الدكتور صباح على الفور استعان بكادر الإذاعة وأرسل بعثات إلى ألمانيا وإلى أمريكا وإلى إيطاليا لتدريب العاملين على العمل التلفزيوني، الإخراج والإعداد والتقديم وكل شيء. يوم 23 تموز تحول مبنى جبل قاسيون، طبعا كان البث وكل شيء من جبل قاسيون لم يكن بناء ساحة الأمويين قد أنجز بعد، بدأ حركة. ربما يسأل سائل كيف كان الناس يشوفوا التلفزيون وما في تلفزيونات بالبيوت. لجأت إدارة التلفزيون لوضع تلفزيونات في الساحات العامة، في ساحة الأمويين وضع 4 تلفزيونات، في ساحة الأشمار، في بوابة الميدان، في كل الأماكن في دمشق وضع التلفزيونات على منصب ارتفاع 3 أمتار، وجاءت الناس كأنها جاية إلى سيرة. صحيح. هل جاي بالسماور وهل جاي بالمدة، اجتمع مئات الناس قدام التلفزيون. 8 إلى ربع اجى موظف خاص شغل التلفزيونات، فطلعت الشاشة بيضاء عم توش ما فيها شيء. الناس قاعدة عم تترقب. الساعة 8 مساء السبت 23 تموز ظهرت الصورة، وظهر أول ما ظهر النشيد الوطني مع العلم. الناس فرحت، قامت وقعدت بالتلفزيون. كان الفرح أكبر لما فز عادل خياطة، هو مخرج اليوم الأول، عانى رفقاته، نجحنا. وهكذا ظهر الإرسال التلفزيوني. نعم. أول ما ظهر النشيد الوطني، ثم جاء بعد ذلك تلاوة من القرآن الكريم لمدة 3 دقائق. نعم. وأول شخص ظهر بالتلفزيون المذيع سامي جانو، حينما قال التلفزيون العربي من دمشق، وقدم الدكتور صباح عباني للوقت كلمة الافتتاح. الفقرة الثانية كانت نشيد وطني حبيبي الوطني الأكبر، النشيد المعروف. ثم قدمت هيام طباع برنامج الأطفال. تصوري أن هيام طباع أخذت الأطفال وصعدوا إلى قمة جبل قاسيون لتقديم البرنامج. الساعة 9 تماما قدمت نشرة الأخبار، ثم فيلم أرضي من إعداد وإخراج عبد الهادي البكار، اختتم الإرسال الساعة 9:30. إذا كان برنامج اليوم الأول ساعة ونص فقط. يعني دائما نحن لما بنتذكر هي اللحظات الاولى لازم يعني ما ننسى ونمر ولو هيك مرور سريع انه كان في صعوبات كثير واجهت الاعلاميين الاوائل ببث التلفزيون السوري، مثل ما حضرتك حكيت صعدت الى جبل قاسيون مع الاطفال ليطلع هذا البرنامج. يمكن الناس ما بتشوف دائما كواليس التصوير، بتشوف الشاشه فقط، الشاشه بتشوف ناس قاعدين قاعده ممكن ما تعرف قديش ممكن يتعرض، يمكن مراسلين الحربيين خلال 10 سنوات خاضوا هاي الكواليس الخطيرة، وكان في عنا شهداء الله يرحمهم وعنا جرحى. لما بنحكي عن هاي الساعات الأولى والصعوبات
ما بيحق لنا نفرح ونفتخر ونقول اليوم نحن بعد كل هالسنين 61 عام نحن شاشات كبيرة جدا قدر التلفزيون السوري يقدم ويحمل رسالة؟ وعن أهم هاي اللحظات الذاكرة اللي موجودة عند حضرتك وموجودة بذاكرتك إذا في مجال. هاي التلفزيون العربي السوري استطاع أن يصبح مدرسة، يعني حتى الدول العربية الثانية اللي أسست التلفزيونات استعانت بالخبرات السورية. نعم. فالشاشة السورية الشاشة الوطنية أصبحت مدرسة تلفزيونية للدول الأخرى، واستمرت محافظة على تقاليدها يعني والتي وضعها الدكتور صباح ووضعها الأوائل، استمرت في يعني بالمحافظة عليها حتى بعد تفرع الأقنية وبعد أن أصبح البث 24 ساعة، لكن حافظت، لا نزال التلفزيون العربي السوري يحافظ بكل أقنيته على تقاليد التلفزيون الأولى. الحقيقة الصعوبات اللي حضرتك تحدثت عنها كانت أكبر من أن توصف. تصوري لم يكن هناك طريق مزفت إلى قمة جبل قاسون، كان طريق ترابي. فالطريق الترابي كان السيارات تتعذب لتطلع، الأيام أحيانا يستعينوا بالدواب لنقل الديكورات اللي كانت تصنع في 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 في, في ساحة الأمويين في دمشق. يعني كانت صعوبات بالغة. كان يجب أن يذهب إلى قمة قاسون المذيعون والمخرجون وكل العاملين. نعم. أستاذ أيضاً أحمد، نحكي يمكن بنتذكر نحن بيحكولنا أهالينا أنه نحن كنا نشوف أبيض وأسود، لسه ما كان ملون طبعاً. هلأ نحن تطورنا وصلنا لمراحل متقدمة. أول مسلسل كان اسمه الغريب، يمكن حكى على الغريب، كان يمكن أول مسلسل نعرض على التلفزيون العربي السوري. نعم. كان اسمه الغريب. الغريب نعم. نعم. كل العالم يمكن كانت تجي مثل ما تفضلت على الساحات لتحضر هالمسلسل. نعم. فقديش كان للتلفزيون اول هيك ما طلع ضجه، يعني بعيدا عن السوشيال ميديا اللي قتلت هيدا اللذه للتلفزيون. يعني اولا الناس كانوا على بساطتهم، كانوا يظنوا انه شلون المذيع عم يجي يفوت ويطلع بالتلفزيون، يعني كانوا يظنوا انه المذيع قاعد بالتلفزيون، يعني هيدي بعدين الشغلات الثانيه على بساطه الناس، كانوا النساء خاصه المحجبات يظنوا انه المذيع بشوفهم، فكان يقعدوا لابسين الملايز دم وعامله على وشها هيك، الواحد المراه يعني كان عندهم قناعه انه المذيع عم يشوفه مثل ما نعم يشوفوه. طبعا رافق العمل المطبات كثير، نتيجه جهاز جديد والناس يعني ما بتعرف عنه شيء. دائما اي شيء بيكون جديد ببدايته ممكن الانسان بيجهله. نعم. هلا نحن بعد هي السنين في ناس حتى الان تمسك شاشه الموبايل ما كتير بتعرف تتصرف معها، ولكن اليوم نحن عم نتذكر أكثر ما نتذكر يمكن هاي المواقف الطريفة، نتذكر خليني أقول برامج وشخصيات وقامات من الإذاعة السورية ومن التلفزيون السوري تركت أثر عبر سنوات. نعم. نوجه لهم تحية أكيد، رحمة لروح كل مين توفى والله يطول بعمر اللي بقيان موجودين. وما زال في مخرجين من القدماء موجودين. نعم. يعني يمكن أنا بيحضر باسمي بذهني دائما اسم المخرج بالإذاعة السورية الأستاذ محمد عنقا، بحب وجه له تحية عبر شاشة التلفزيون، هو أيضا من الجيل القديم وما زال موجود. صحيح. وفي كتير أسماء ما بدي أنسى ولا اسم مع حفظ الألقاب والمقامات للجميع، ولكن ما فينا ننسى كيف ارتبطت الإذاعة بالتلفزيون بذاكرة السوريين. طبعا لأنه الكوادر التلفزيونية أخذت من الإذاعة، يعني كلهم. نعم. إذا أخذنا خلدون المالي، عبد الهادي البكار، مروان شاهين، بالمناسبة بدي وجه تحية للأستاذ مروان شاهين وهو الذي قدم أول نشرة أخبار في اليوم الأول وهو ما زال موجود معنا الله يطول بعمره. الله يطول أكيد. بعمره يعني كان لهلا لما بتطلع برامج ابيض واسود بتحسي انه الناس لها حنين الى برامج الابيض والاسود، لما بيطلع مقالب غوار او حمام لنا او المسلسلات. كانت من الحوادث الطريفه اللي هلا تذكرتها، الفنان دوريد لحام من الفنانين اليوم الاول بالتلفزيون، قدم برنامج الاجازه السعيده، ثم برامج ثانيه كانت اسبوعيه. يوم ايام حب يطالع سياره يفوتها على الاستوديو، كان برنامج ساعي البريد. نعم. فجابوا السياره طلعت لجبل قاسون، بدها تفوت باب الاستوديو ما بيسع السياره وبقيان دقائق، فاضطروا يكسروا الحيط حتى فوت السياره. يعني تصوري العظمه اللي كانت، الاصرار على وصول الرساله والصوره. البرامج مهما كان كانت بس من غرفه 7 امتار ب 10 امتار بقمه. نعم. جبل قاسون. لما اجى وزير الاعلام عبد القادر حاتم قال له انتم مهمتكم تقدموا نشره الاخبار، قدموا برامج اطفال، ونحن بنبعثكم من القاهره كل شيء. فراحوا هن ابدعوا برامج، ما يعني الدكتور صباح ما سمع الكلام،
من البرامج المهمة البيت السعيد لنادية الغزي، من البرامج الرائعة الإجازة السعيدة، برنامج سعي البريد. فكان يصير تبادل برامج بين دمشق والقاهرة كون التلفزيون واحد. نعم. فكانت إذاعة بالقاهرة، برنامج البيت السعيد، الإجازة السعيدة، البرامج كلها. وإذ وزير الإعلام عبد القادر حاتم بيجمع العاملين في التلفزيون في القاهرة بيقول لي روحوا تعلموا من التلفزيون الإقليمي الشمالي، يعني لدرجة أنه مجلة الإذاعة والتلفزيون المصرية القاهرية عملت حلقة خاصة عن تلفزيون دمشق وحطت صورة بناء جبل قاسوم وكتبت المعجزة في قمة جبل قاسوم. يعني فعلا عدد العاملين في التلفزيون 76 واحد كانوا بهذاك الوقت، عملوا برامج لا تستطيع أقنية تلفزيونية كبرى تعملها. وبالتالي استطاع التلفزيون العربي السوري منذ أيام الأولى أن يفرض نفسه وأن ينافس تلفزيون القاهرة، التلفزيون العريق اللي مثلنا نحن وتلفزيون القاهرة توأم واحد بدأنا بنفس الوقت. فهي الجهود الجبارة اللي أثمرتها والإخلاص اللي أثمروا عمل هؤلاء الرواد في التلفزيون. نعم، تحية لجميع الكوادر اللي عملت كانت قديما في التلفزيون، الكوادر هلا الحالية، ظروف صعبة مرقتوا فيها ولكن تجاوزتوها لأنه كان في شغف، لأنه نحن نطلع شيء أو نسعد قلب المشاهد وينبسط بالشيء اللي عم يشوفه. صحيح. نحن بدنا نعايدك بعيد الأضحى، كل عام وأنت بخير، وبعيد التلفزيون لأنك من أهم الكوادر القديمة في التلفزيون العربي السوري، كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير يا رب. وكل زملائك وزملائنا بألف ألف خير. أهلا وسهلا. يا أهلا بكم. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا اليوم، نحن سعيدين أكيد. وسلام وتحية لكل القامات الإعلامية وأيضا من فنانين كانوا مساهمين بوجود التلفزيون السوري حتى اليوم. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا.